بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده، ازاي كلنا نساعد بعضينا، ازاي كلنا نفكر في احتياجات بعضينا، ازاي الحب ينتشر. القصه النهارده عن شاب اسمه محرم. محرم ده في العشرينات من عمره. الشاب ده قصته عجيبه جدا، هو اصم ما بيسمعش وما بيكلمش، وحياته رتيبة جدا. هو بينزل الصبح، أخته تاخده تقعده على قهوة قدام البيت، هو عايش في اسطنبول، ينزل يقعد على القهوة مع أخته، يشربوا القهوة بتاعته، يجي التاكسي اللي هم متفقين معاه وعارفه كويس عشان ياخده يوصله لمكان الشغل بتاعه، يروح الشغل بتاعه، يقعد يشتغل على الكمبيوتر ويكتب الحاجات المطلوبة من غير ما حد يتكلم معاه، لان هم عارفين وضعه في الشغل بتاعه. يرجع يقعد يتغدى، يقعد على القهوة ساعة جنب أخته تكلمه بإشارات الصم والبكم. هو لا يتعامل في الحياة غير مع أخته في الحقيقة، حتى سواق التاكسي اللي بيوديه وبيرجعه ما بيتعاملش معاه، هو عارف هيوديه منين وهياخده فين، لو حصلت مشكلة لازم يكلم أخته. هذا البني آدم اللي اسمه محرم لا يتعامل في الحياة غير مع كائن واحد بس، أخته وأمه طبعا وأبوه، وغير كده زيرو، عيلته وبس. كائن خلاص بسبب مرضه عزل عن الحياة. لكن الحقيقة لا، في حلول. لما الناس تكون قلبها حلو، لما الناس تكون طيبة، أهل الحي اللي فيه محرم، الشارع اللي فيه محرم، اللي بيشوفوه بيقعد على القهوة وما بيش عارفين يتفاهموا معاه، قرروا قرار عجيب جدا. الشارع كله قرر انه يتعلم لغة الصم والبكم عشان يتعاملوا مع محرم. يا سلام لما الناس بتبقى قلوبها حلوة، يا سلام لما الخير يبقى منتشر في الارض. الراجل بتاع القهوة اتعلم الصم والبكم وعملوا كورس، وبقى الحكاية دي حقيقية يا جماعة، وبدأوا ياخدوا كورس ازاي يتعلموا لغة الاشارة، وبدأ الراجل اللي بيقعد في المكان الفلاني والمحل الفلاني والراجل الحارس بتاع العمارة بتاعت محرم وعم فلان وعم فلان وعم فلان، وفجأوه وفضلوا مخبينها. وفي يوم من الايام وهو نازل بص لقى الناس بتتلم حواليه طول ما هو بيتحرك وبيشوروا له باشارات الصم والبكم، والولد بدأ يعيط من الفرحة، وصوروها فيديو، وانا منزل الفيديو على صفحتي النهاردة، تقدروا تدخلوا على عمري خالد بيج على الفيسبوك تتفرجوا على الصفحة. محرم حياته تحولت، محرم تحول لإنسان اجتماعي رغم انه هو ما بيتكلمش وما بيسمعش، لكن الناس الطيبة الحلوة خلت حياته احلى. يا ترى حواليك كم واحد حياتهم محتاجة خطوة منك تخلي حياته احلى؟ بسمة امل لكل انسان يسعد اللي حواليه. والله يا جماعة سر السعادة في الحياة قدرتك على إسعاد من حولك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.